لأول مرة وباللغة الفارسية رفع متظاهرو البصرة شعاراتهم أمام مجلس المحافظة التي تطالب بأبسط حقوق المواطنة المفقودة منذ 15 عاما، وذلك بعد أن دخلت التظاهرات في وسط وجنوبي العراق أسبوعها الرابع على التوالي دون استجابة تذكر، باستثناء عمليات قتل المتظاهرين واعتقال الناشطين في الاحتجاجات وقمع الأصوات المنددة بفساد الأحزاب الحاكمة. متظاهرو البصرة أعلنوها صريحة بأن حكومة العبادي وأحزاب السلطة الحاكمة هم رهينة لسطوة النظام الإيراني، وبالتالي تستمر تظاهراتهم المطالبة بحل جذري لواقع معيشي مترد، لكن باللغة التي يقول المتظاهرون إن الحكومة تفهمها جيدا. إزالة خيام الاعتصام بالقوة من أمام مجلس محافظة البصرة لم يزد المتظاهرين إلا غضبا على سياسات السلطات الحاكمة تجاه مطالب مشروعة وتظاهرات سلمية. الناس تطالب بحقوقها، اجت قوات ما نعرف منين ما من قاعد تشوفهم ملثمين، هو لو كان جند عراقي ما يلثم روحه، بس اكيد تابعين للاحزاب، اجوا بدون مفاهمه فلشوا الخيمه على روسنا. مواطن طالع اطالب بحقوقي يجي يفلش الخيمه علي، ليش؟ شو مسوي نحن؟ شو مسوي حق التاير؟ هاجمين على داره؟ هاجمين على شيء؟ القوات الحكومية تدفع منذ أيام بتعزيزات عسكرية إلى جنوبي العراق بهدف السيطرة على التظاهرات التي قال مراقبون إنها تعدت ما تعتبره الأحزاب خطوطا حمراء، وذلك بعد ترديد شعارات معادية لإيران وميليشياتها المرتبطة بها. مجابهة التظاهرات السلمية بالعنف المفرط من قبل ميليشيات الأحزاب حولت الشعارات المرفوعة من المطالبة بالخدمات البلدية الأساسية إلى مطالبات بإلغاء عملية سياسية كرست المحاصصة الحزبية والطائفية، فضلاً عن تشكيل حكومة إنقاذ لإدارة البلاد. المتظاهرون في البصرة وبعد نحو شهر على انطلاق تظاهراتهم أكدوا أنهم لن يبرحوا أماكنهم قبل حل مجلس البصرة وإقالة جميع المسؤولين الفاسدين الذين تسببوا بسرقة المال العام وإحالتهم إلى المحاكم، وهي مطالب بات يتفق عليها جميع المتظاهرين في مدن البلاد.